السلام عليكم. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله نشوف واحد سيري ديكزارسيس، يعني واحد السلسله ديال التمارين بالنسبه لاولى اعدادي دولي. اذا هذه السلسله كتخص الدرس الاول اللي فايتنا شرحناه، درنا واحد الفيديو عليه اللي هو الماء. هذه السلسله تفيدك بزاف لان فيها 6 تمارين تقريبا، فيها جميع الاسئله اللي ممكن تصادفهم في لي زيكزارسيس ولا في لي كونترول. بالنسبه لبغيتي تقوم بتحميل هذه السلسله راه تلقى اسفل الفيديو، حتى الشرح ديال الدرس ديالو راه حتى هو تلقى اسفل الفيديو، يعني في صندوق الوصف. اذا نبداو على بركه الله. ليكزارسيس نيميرو 1، كومبليتي لي فراز سويفون. دونك كومبليتي لي فراز سي دوسو، يعني هادو الاسفل باغ لي مو سويفون، يعني هما لي مو سيكل ليكيد فابور دو نياج ايفابوراسيون دو بلوي كوندونس نيج، يعني اتمم الجمل. اذا هادو هما لي فراز، هما هادو بالكلمات. الكلمات عندي سيكل يعني دورة، ليكيد فابور دو يعني بخار ماء، نياج يعني سحب، ايفابوغاسيون دو ولا نقدر نقولو فابوريزاسيون دو يعني تبخر، بلوي يعني امطار، كوندونس يعني يتكاتف، ناج يعني تلج. واخا نمشيو نقراو لا بخوميا فراز، يعني نقراوها. دون لي مير اي لي زوسيون لو سو تخوف ا لتا شوفي باغ لي غايون دي سولاي ال سو ترانسفورم اون سي لو فينومين. دونك اول حاجه قال لك في البحر، في البحار والمحيطات الماء سو تخوف ا ليطا، حنا كنعرفوا لا ماتيير بالنسبه له سو تخوف اون تخوا زيطا، اذا كيتواجد على ثلاث حالات فيزيائيه، يقدر يكون ايطا سوليد، يقدر يكون ليكيد، يقدر يكون غاز، اذا ايطا غازو، اذا هادو هما الحالات ممكن يقدر يكون فيهم. دونك بالنسبه للماء في الغالب ديالو في البحر راه كيكون ايطا ليكيد، حاله سائله. شوفي، اذا هذاك لو اليطا ليكيد شوفي باغ لي غايون دي سول، اذا كيحاك كيسخن بلي غايون، اذا كتاثر عليه دوك لو غايون دو سولاي يعني اشعه ديال الشمس. اذا شنو غيوقع عليه؟ دونك ال سو ترانسفورم يعني الماء سو ترانسفورم يعني يتحول اون، اذا علاش غيتحول؟ غيتحول الى بخار الماء. دونك غنقولو هنايا فابور دو سي لو فينومين، سميت هاد الظاهره. دونك حنا من كيتحول يلا من ليطا ليكيد ا ليطا غازو، يعني ليكيد يعني فابور دو راه هو حاله غازيه وهذا حاله سائله، اذا كنسموها الطبخ بالفرنسي كتسمى ايفابوراسيون دو ولا نقولو فابوريزاسيون. اون التيتيد يعني كرتافعو، لا فابور دو رونكونتر دي زون فخواد او ال سو ال سو بور فورمي دي. دونك هنايا لا فابور دو كيصادف واحد المناطق اللي كتكون بارده جدا، حيت كلما ارتفعنا البروده غادي وكتزاد، اذا كيش شنو كيوقع هذاك البخار؟ كيتكاتف، اذا كيتكاتف هايا سو كوندونس. دونك سو كوندونس من كيتكاتف شنو كيعطينا؟ كيعطينا سحب، دونك بو فورمي دي نياج، اذا دي نياج. ندوزو سي سون، دونك هاد لي فراز راه متابعين سون بوسي باغ لو فون، هاد لي نياج سي نياج، دونك سي نياج سون بوسي، دونك كيدفعهم لو فون يعني الرياح، اي فينيس باغ دوني لا او دو لا، إذا من بعد كيدفعهم شنو يعطوني؟ السحوبة شنو كتعطي؟ كتعطي دي بريسيبيتاسيون يعني تساقطات، تقدر تكون على حسب أنا اللي عندي هنايا، عندي أنا بلوي وعندي ناج يعني تلج، لا ناج. L'eau rejoint alors rivières et fleuves pour finalement retourner à la mer où tout recommence, c'est le dolo. Donc, il y a le galic le mer qui rejoint à la rivière et le fleuve. Donc, من بعد كي من كتسقط التساقطات كيمشيو للانهار ثم من الوديان ثم الانهار، من بعد كيعاود يرجع للامير يعني البحر، كيرجع للبحر والمحيطات. دونك هنايا يعني هاد العمليه كتعاود من جديد، اش كنسميو هادي؟ يعني بحال دار واحد الدوره. دونك تسمى سي لو سيكل دو، دونك فهاد انا نسموها سيكل دو. هذا ليكزارسيس نيميرو 1. Donc l'exercice numéro 2 met en ordre les différentes étapes du cycle de l'eau. يعني اصحاب ترتب لي هاد الجمل، يعني المراحل ديال دوره الماء، لو سيكل دو لو. احنا راه درناه في الدرس. دونك هنا نقراو الجمل ومن بعد نرتبهم. ا لو دو بلوي غويسيل سور لو سول، يعني الماء كيجري فوق الارض. لو دو مير سي فابور، يعني الماء يتبخر، ماء البحر. لو دو نياج طومب سور لا تير، الماء ديال السحب يسقط على سطح الارض. لي فلوب سو جيت دون لا مير، يعني الانهار كطرح يعني الماء في البحار. لي غويسو
لو روي سو غاسومبل اون فورم دو ريفيير، يعني هادوك الجريان ديال الماء كيتجمعوا وكشنو كيعدو فورم، كيشكلوا لينا لي ريفيير، يعني كيشكلوا لينا الوديان. لا فابور دو سوليكيفي، سوليك من كنقول سوليكيفي راه هي سو كوندونس بحال بحال اي فورم دو نياج، سوليكيفي من بعد كيعطونا دي نياج. اذا انطلاقا من هاد كتقدر دابا تقول لي فين الاولى، اول حل لنا تكون هي بي لو دو مير سيفابي. إذن أول حاجة غيتبخر، دونك هادي هي أ، إذن غنختار غندير هنا لو دو مير سي فابور هي الأولى، من بعد من لو دو مير سي فابور دو أشن إينا اللي غتكون تابعاها، إذن هنا خصك تعرف، دونك هنا خصها تكون هي إف، لأن لو فابور دو سولي كيفي كيتكاتب من بعد غيعطيني دينياج، دونك هنا من هي رقم جوج، دونك غتكون عندي هي إف لو فابور دو سولي كيفي إي فورمي دينياج. الاخر شنو غيوقع من بعد؟ غتكون عندي لو دو نياج طون سيغ لا تيغ، اذا ما كيعطيني دي نياج، هذوك النياج كتعطيني دي بريسيبيتاسيون، يعني تساقطات، من بين لي بريسيبيتاسيون اللي غتعطيني هي طون لو، يعني غتعطيني تقدر تكون مثلا نياج، تقدر تكون بلوي، تقدر تكون مثلا غير يعني تبروري ولا شي حاجه، دونك هذه السي هي اللي غتكون هي الثالثه. من بعد شنو غيوقع؟ دونك هنا من بعد لو دو بلوي غويسيل سور لو سول، اذا ملي كيطيح هذاك الماء، هذاك الماء كيجري فوق سطح الارض. دونك هذه هي لا كاتريام فراز، دونك غنكتبو لو دو دو بلوي غويسيل سور لو سور لو سول. من بعد الحال الاخرى تكون لو غويسو سو غاسومبل، يعني ديك المياه اللي كتجري فوق سو غاسومبل، من بعد غتعطيني فورمي دي ريفيير، يعني غتعطيني واحد الويديان. دونك هذه هي خمسة، ومن بعد بقات لي السادة اللي هي لي فلو سوجيت، من بعد حتى لي ريفيير يعني الانهار الويديان كيعطو كيحاول يغديو الانهار، والانهار كيغديو البحر. دونك في هاد الحالة بقات لي الاخرى لي فلوف سوجيت دون لا مير اللي هي لا سيزيام فراز. دونك ها حنا رتبناها. دوز دابا ليكزارسيس نيميرو 3، غيبوندر با فغي او فو او اي كوريجي لي افيرماتيف فوس. دونك هنا غيبوند يعني اجب بصحيح او خطأ، من بعد صحح الجمل اللي هي خاطئة. دونك اول حاجة لو باساج دو ليطا ليكيد ا ليطا غازو اي ابولي ليكيفاكسيون، يعني المرور من كنمر من ليطا ليكيد ا ليطا غازو، يعني الماء كتانا كيمر من ليطا ليكيد ا ليطا غازو، واش كنسموها ليكيفاكسيون؟ لا، اش كيتسمى؟ كيتسمى فابوريزاسيون ولا ايفابوراسيون، حيت ليكيفاكسيون هي كوندونساسيون، يعني هي التكاتف. دونك هادي غتكون فوق، دونك حنا غنحيدو هاد ليكيفاكسيون ونديرو ايفابوراسيون، ولا ما معنى ليكيفاكسيون؟ هي خصو يدوز من ليطا غازو ليطا ليكيد، دونك يعني ممكن انني نكتب هنا لو باساج دو ليطا غازو ا ليطا ليكيد، نقلب انا هادو. ندوزو لاخرى لو باساج دو ليطا سوليد ا ليطا ليكيد اي ابولي فيزيون، هادو كلهم درناهم في الدرس، دونك شرحناهم مزيان. ما من كيدوز من ليطا سوليد يعني حاله صلبه، بحال مثلا بحالاش بحال الكلاص يعني جليد، كيدوز ليطا ليكيد اش كنسميو هادي؟ كنسميوها بالعربيه هي الانصهار، والانصهار هي لا فيزيون، لا فيزيون سي لو باساج دو ليطا سوليد ا ليطا ليكيد. Nous allons voir, c'est le nitrate d'argent qui permet de détecter la présence d'eau dans les aliments. Quel est le nitrate d'argent? Ou le qui m'a dit que je suis là, le tawajoud de l'alma, fait les aliments, yani fait l'ardia. أغذية. حنا هادي ما قلناهاش كاع في الدرس نهائيا، قلنا واحد الكلمة أخرى اللي هي لو سيلفات دو كويفر أنيدر، دونك هادي راه غتكون فوق. دابا نصحوها هنايا نقولو سي لو سيلفات دو كويفر أنيدر. دونك عندوزو لاخرى اون بريزونس دو لو سيلفات دو كويفر أنيدر دوفيان بلو. حنا كنعرفو باش نكشفو على لو كنستعملو لو سيلفات دو كويفر، لو سيلفات دو كويفر كيكون واحد المسحوق يعني بودر كيكون اللون ديالو بيض، و لوسكي ليك اون كونتاكت افيك لو من كيكون في التماس مع لو كيولي اللون ديالو زرق. اذا في هذه الحاله كنقول بان هذيك الماء لا ماتيير هذيك السيبستانس راه فيها لو. دونك اون بريزونس دو لو سيلفات دو كويفر انيدر، ما معنى انيدر؟ يعني نو كونتيان با دو لو، يعني ما فيش الماء، جاف دوفيان بلو، اذا هذه راها فغي. لونسومبل دي ريزرفوار دو سور لا تيغ اي ابولي اتموسفير، دوك لونسومبل يعني مجموعة من الخزانات ديال الماء سور لا تيغ، واش كنسموهم اتموسفير؟ اتموسفير هو الغلاف الجوي، ما كنسموهمش، كنسموها هيدروسفير، كتسمى هيدروسفير الأحواض المائية، دونك هادي راها خطأ، دونك لو بغينا نصحوها هنا غنديرو هنايا هيدروسفير. نزول الأخرى لو بريزون دون لاتموسفير سو فورم فابور دو، يعني قالك بأن الماء اللي كاين في لاتموسفير يعني في الغلاف الجوي قالك كيكون سو فورم فابور دو، يعني بخار الماء، إيه فغي، لأنه يعني كيكون على شكل بخار، دونك هادي راها فغي ما نصحوهاش.
La quatrième question, complétez les phrases suivantes. Donc, on a les phrases, on va essayer Donc, l'ensemble de... L'ensemble des réservoirs naturels, يعني المجموعة مجموعة ديال هذوك الخزانات الطبيعية ديال الماء صافي شنو سمينا يلا صح حنا دابا في ليكزارسيس 3 دونك كتسمى ليدروسفير ليدروسفير اي لونسومبل دي ريزيرفوار دو لو La fission, c'est le passage de l'état à l'état. Chnou la fission, ou l'insihar. Yani, min kan mourrou min l'état. L'état, il y a kan arfou les trois états, solide, liquide, gaz. Donc, l'état solide, yani, s'hala s'olba, il y a l'hala s'il y a l'hiya liquide. En présence de l'eau, mais min ki kon intawajou diya l'ma, le sulfate de cuivre anhydre passe de la couleur à la couleur. Hna kan arfou la couleur de la sulfate de cuivre anhydre, n'me fiche l'ma, kifesh ki kon l'on diya l'eau, ki kon l'on diya l'eau biad, idan hnaya, min ki kon l'ma, en présence de l'eau, kifesh ayouli, ayouli l'on diya l'eau zrak, donc ayouli bleu. Donc passe de la couleur blanche, blanche, yani abiad, la couleur bleu. Idan fayad l'hala ki kon l'eau. L'eau du nuage tombe sur la terre sous forme de eau. Donc, fait حالة عطينا ثلاثة الحالات. الماء كيسقط من 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 كيسقط من من السحب على شكل على سطح الأرض على شكل هادو كيتسموا دي بريسيبيتاسيون يعني تساقطات يقدر يكون على شكل بلوي يعني تساقطات مطرية أمطار يقدر يكون على شكل غريل غريل هي تبروري يقدر يكون على شكل نياج يعني تلج L'exercice numéro 5, relié par une flèche les éléments du groupe A à les éléments du groupe B. Donc, on dit flèche, يعني واحد السهم. Donc, on a le groupe A, on dit eau de mer, on dit eau du lac, on dit eau de fleuve, on dit eau des océans, on dit l'eau du nuage. Donc, on a eau salée, eau douce. Je vais vous dire en arabe, eau de mer, يعني ماء البحر, ماء البحار, ماء البرك المائية, ماء ديال الأنهار, ماء ديال المحيطات, ماء ديال السحب. واش eau salée, يعني ماء مالح, eau douce, يعني ماء عذب, يعني ماشي مالح. العكس ديال هذه كيكون ماشي مالح بالنسبه للماء ديال البحر راه كيكون مالح بطبيعه الحال دونك عندي لو صالي لو دولاك ما كيكونش مالح دونك غيكون اودوس بالنسبه اودي فلوف راه كيكون كيكونش مالح يعني ديال الانهار اذا غيكون اودوس بالنسبه لو ديزيسيون راه يعني المحيطات راه كيكون مالح دونك او صالي بالنسبه للماء ديال لونياج يعني ديال السحب راه كيكون دوس يعني كيكون ما كيكونش مالح كيكون عذب Exercice numéro 6, ou l'akhar, complétez le schéma suivant. Addi état solide, wahed, ou andi état liquide, ou andi état gazeux. Donc, andi wahed, jouj, tlata, arba, anta, atkemmelhom. Donc, chno smit, 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 hadi, smit, transformation, liki morfa, matin, l'ma, matin, kamita, de l'état solide à l'état liquide. Solide, liquide, yani, katsma, l'insehar. Donc, andi runeya, fusion. Donc, la fusion est le passage de l'état solide à l'état liquide. بالنسبة لدو العكس ديالها من الغطاء الليكيد الحالة السائلة الحالة الصلبة إذن يعني كنديرو التجمد درناه في الكور دونك هنا كتسمى سوليديفيكاسيون يعني التجمد بالنسبة لثلاثة من الليكيد الغازو دونك الليكيد كيتحول لحالة غازية يعني سائلة غازية دونك كتسمى التبخر إذن كتسمى إيفابوغاسيون ولا نسمى فابوريزاسيون والعكس ديالها هنا لو غاز سو ليكيفي يعني نديرو ليكيفاكسيون أو بيان كوندونساسيون يعني التكاتب إذن هذه هي السلسلة كنتمنى تكونوا استفدتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته